إذن مشاهدينا زي ما عودناكم في كل مرة نبدأ الحلقة بجولة سريعة على آخر الأخبار المتداولة. في أول أخبارنا اليوم، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 63 وذكرى 33 على التحرير، وأيضا تشارك المملكة حكومة وشعبا دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بهذا اليوم، مما يدل على عمق العلاقة الأخوية بين القيادتين ويعكس الروابط الاجتماعية المتأصلة ما بين الشعبين الشقيقين. وجه الحياة